أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء، أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققها أبطال البحرين في اليوم الأول لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، مشيرا سموه إلى أنها دلالة واضحة على القدرات الكبيرة للمقاتلين وحرصهم على تحقيق النتائج التي تثبت مدى التطور الكبير الذي باتت تحتله رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي حرص على متابعة نزالات المنتخب البحريني عن الثقة الكبيرة بأن يحقق المقاتلون المزيد من الانتصارات وصولا إلى إنجاز جديد في البطولة العالمية. وقال سموه أن القادم سيكون أفضل نظرا لما يتمتع به المنتخب من مستويات رائعة وقوية وحرص على تمثيل المملكة خير تمثيل. وشجع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اللاعبين البحرينيين على تقديم أفضل ما لديهم، كما حرص على متابعة كل ما يتعلق بأمور الفريق البحريني وتقديم الدعم للمقاتلين معنويا. We'll be right back.
78 جولة خاضها عدد من المقاتلين في هذه البطولة، تقارب في المستوى ولدى احتدام في المنافسة، تلك التي كشفت ملامحها منذ انطلاق أولى مباريات الأدوار التمهيدية على هذه الصالة، وسط متابعة حثيثة من الرؤساء والمسؤولين الدوليين لفنون القتال المختلطة. هذه البطولة رائعة وجميلة من ناحية الإعداد والتنظيم، وجميل هو اهتمام الاتحاد البحريني وخاصة سمو الشيخ خالد الذين لديهم رؤية واضحة لتطوير فنون القتال المختلطة ليس في البحرين فقط، وإنما للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، وهذا كان حلما إننا نحصل على هذا الدعم الكبير لإقامة النسخة الرابعة. تنظيم تميز باستقطاب العدسات والتغطيات المحلية والعالمية، حضور بحريني لافت جاء ليجسد مكانة تليق باسم مملكة البحرين التي تشارك كأول بلد عربي على مستوى الفريق النسائي. اليوم احنا نلعب مع ب 16 لاعب ولاعبة، اعلى نسبة من اللاعبين موجودين بمملكة البحرين، مو بس لان احنا نظمناها، لا لان احنا عديناهم صح. اما ما يتعلق بالمشاركة النسائية، ان لاعبتنا فاطمة برشيد تأهلت الى السيمي فاينل، وهي بحد ذاته يعني دافع الى اللاعبين ايضا لاعبين ان عندنا لاعبة ان شاء الله راح تتأهل، على يعني ان شاء الله تفوز في السيمي فاينل وتأهل نهائي. انا متحمسة جدا في هالبطولة، وأشوف الحضور الجماهيري ومختلف الدول اللي حابين هم يحضرون هالبطولة، متحمسين وإحنا مستعدين من حيث التدريبات البدنية والذهنية، مستعدين عشان إن إحنا نخوض هالتجربة بإذن الله. 8 جولات اقتنص فيها الفريق البحريني مجموعة من النقاط، لاعبون تأهلوا لأدوار متقدمة، ولاعبون لم يصلوا لكنهم شرفوا بلادهم، وعلى مختلف الأوزان المشاركة، فكل فريق بل وكل لاعب يطمح في نيل الميداليات والألقاب. طبعاً استعدادات الفريق كانت تقريباً على طول السنة إلى هاي اليوم، يعني شاركنا في عدة بطولات مختلفة، دربنا بمستوى جداً عالي، بالليفل يعني جداً عالي، شيء جداً جداً كبير، يعني إنه تشوف مثل سمو الشيخ خالد يكون موجود معاك في الحلبة ويدعمك شخصياً. يعني أنا جداً سعيدة وفخورة لأني أمثل بلادي الهند، وخاصة أنني مقاتلة أمثل النساء الهنديات. أتشرف بالحضور هنا لتمثيل الفريق الإيرلندي في البحرين، لقد قاتلت في أوروبا العام الماضي، ولكن هنا الحدث كبير جداً، فمنذ خروجنا من المطار رأيت التنظيم مميز جداً، ونرى أن هنا اعتناء كبير بكل شيء، المقاتلين والأفرقة، وأنا ممتن لهذه المعاملة الطيبة، لذا أنا متحمس لمبارزتي هنا. استعدادات تسير على قدم وساق، طواقم طبية وفنية وإعلامية كلها تألقت من أجل إبراز هذه البطولة برونق وأبهى حلة. مساحة خصبة منحت لمقاتلي العالم للالتقاء تحت مظلة واحدة وسقف واحد على أرض المملكة، وذلك كي يتنافسون من أجل تحقيق العديد من الألقاب العالمية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.